السعودية تشهد طفرة سياحية غير مسبوقة، حيث ارتفعت أعداد زوار المملكة بغرض الترفيه وقضاء العطلات بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 4,200,000 زائر. وراء هذه القفزة تكمن رؤية 2030 الطموحة التي وضعت السياحة كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد السعودي. الأرقام تتحدث عن نفسها، فأنفاق السياح القادمين إلى المملكة اقترب من 93 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو سنوي تجاوز 8%، فيما كان هذا الإنفاق لعام 2023 بأكمله في حدود 141 مليار ريال. رؤية 2030 وضعت هدفاً لقطاع السياحة يتمثل في الوصول بأعداد السياح إلى 150 مليون سائح، بما يشمل إجمالي الزوار من السياحة المحلية والخارجية بحلول نهاية العقد. السعودية تطمح لمضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في 2030 من نحو 5% حالياً، حيث تعول على السياحة كإحدى قاطرات تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.